يعني حنا نتمنى والناس اللي شافوا هاد الوليد يعاونونا يساعدونا يعيطوا لنا في هذا الرقم. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، راه مو باه مكشويين عليه، راه غير ربي اللي عالم بينا. الله يرحمكم الوالدين. مشينا للغابة، مشينا للجرادي، مشينا للبحر، البلاصة اللي خاوية، محطات، قلبنا الكاميرات اللي حدانا، يعني كاع المحاولات اللي ممكن أي واحد يفكر فيها درنا. يعني اللي قريب قلبنا سولناه، واللي بعيد سولناه. اليومين هذا ما عندنا عليه حتى شي خبر. أي واحد كيشوفنا في هذه اللحظة هذه يدير راسو بلاصتنا، أي واحد يلقى شي معلومة على هذا الوليد هذا، كنطلبوا منكم بلا ما تسناو تلقاو، قلبوا خرجوا حسبوه ولدكم وقلبوا معنا. راه حنا تنضي بلاصة من مدينة لمدينة، أنا حنا دابا جينا من مدينة سلا لمدينة القنيطرة. كنتمناو من الناس ومن السلطات ومن أي حد شاف هذا الوليد يعاوننا ويساعدنا، الله يجازيكم بخير. يا ربي غير تبان لينا وترجع كيف ما كانت الحالة ديالك، غير أجي إلا كنتي كتسمعنا، غير أجي الله يرضى عليك أولدي. هادشي ولينا كنسمعوه بزاف، راه اليوم في الديكلاراسيون فاش رجعنا البوليس قال لك راه كل نهار كيجيو عندنا اكثر من 13 حاله ديال الاختفاء ديال هاد الاطفال في السن ما بين 13 عام حتى ل 15 عام. الاطفال مساكن ولاو محرومين، ما بقيناش حنا الاباء، ولينا حنا كامهات ولينا خايفين من اي حاجه. الولد في المدرسه وخايفه عليه، في الزنقه كخايفه عليه، كيلعب خايفه عليه، في الدار خايفه عليه، يعني فين هو الامان؟ فين نلقاو الامان؟ حنايا ولدك صيفطتي غير يخرج يجيب خوه، ما بقيناش لقيناه. انا سعاد جناتي عمه المختفي ادم جناتي، اختفى نهار الاربع مع 4:30 ديال العشيه، سخرات امو غير يجيب خوه من الجرده، مشى الولد الصغير رجع وهو ما رجعش. داك الساعه انا تمو صافي واحد الساعه المكانه انا تتقلب، عيات ما تتقلب، مشينا علمنا السلطات، قلبنا في اي بلاصه، في المحطات، في بلاصه الطاكسيات، في السبيطارات، ما خلينا حتى بلاصه. من نهار الاربع في الليل وحنا تنقلبوا حتى لدابا اليوم الجمعه وما كاين عليه حتى شي خبر. ولد ما مالو حتى حاجه، يعني ما ضربوه، ما خاصمو عليه، يعني ما مالو حتى حاجه، يعني خرج غير تسخر، خرج غير بصندال هاد الميكا. وليد لابس توني كحل ولابس صندال هاد الميكا في رجليه. يعني حنا نتمنى والناس اللي شافوا هاد الوليد يعاونونا يساعدونا يعيطوا لنا في هذا الرقم، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، راه مو باه مكشويين عليه، راه غير ربي اللي عالم بينا. الله يرحمكم الوالدين، عاونونا. وحنا دابا في مدينه القنيطره جينا تنقلبوا عليه. ادم ولدي الا كنتي تسمعني، انا عمتك جيت حتى للقنيطره، انا وخالتك وبنت عمك اكرام تنقلبوا عليك في القنيطره. الله يعطيك الرضا وليدي، لما كنتي ترجع ولا كنتي تشوفني ولدي رجع، الله يرضي عليك ولدي. راه كلشي مكوي عليك، كلشي مشوي، كلشي تيقلب، اللي بعيد جا واللي قريب جا، راه وليدي الدار الحمراء كلها تتقلب عليك. حنا ساكنين في مدينه سالا، في حي سميت في الدار الحمراء زنقه تراسين. الله يرحم الوالدين اللي شاف هذا الوليد اتصل بينا، الله يرحم لكم الوالدين. شنو النهار اللي خرج فيه؟ نهار الاربعاء 24 في شهر 3 شهر جوج مع 4:30 ديال العشيه. ما وصلتكم حتى شي اخبار عليه؟ والو، من اليومين هذا ما كاينش اللي اتصل بينا. يعني حنا كاع العائله في طنجه في الناظور كلشي عيطنا لهم، كلشي تيقلب، كلشي تيبحث. اليومين هذا ما جانا حتى شي خبر. دابا تنتمناو من الناس يعاونونا ويساعدونا، الله يرحم لكم الوالدين. شحال السن ديالو وشنو المستوى الدراسي عنده؟ عنده 13 عام، ثاني اعدادي. سولتوا صحابو؟ سولتوا جميع المدرسين؟ سولنا كاع الناس، مشينا للمدرسه، قلبنا، ما خلينا فين ما قلبنا، يعني اللي قريب قلبنا سولناه، واللي بعيد سولناه. اليومين هذا ما عندنا عليه حتى شي خبر. دابا تنتمناو من الناس ومن السلطات ومن اي حد شاف هاد الوليد يعاوننا ويساعدنا، الله يجازيكم بخير. اي معلومه كانت عندكم عيطوا لينا في هاد الرقم، الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم، انا الخاله ديال ادم جناتي اللي اختفى نهار الاربعاء مع 4:30 العشيه. يعني خرج من الدار ماشي بشي نيه انه هو خارج، اصلا ماما اللي صيفطاتو يتسخر باش يجيب خوه، لحد ساعة مازال ما بانش. درنا جميع المحاولات باش اننا نقلبوا عليه، يعني اي بلاصه اللي تفكر فيها اي ام مشينا ليها.
مشينا للغابه، مشينا للجرادي، مشينا للبحر، البلاصه اللي خاويه، محطات، قلبنا الكاميرات اللي حدانا، يعني كاع المحاولات اللي ممكن اي واحد يفكر فيها درنا. يعني الحل اللي كنفكروا فيه اللي قدر يوصلنا لواحد النتيجه هو هذا النداء اللي كنوصلوا من خلال هذا المنبر، هذا اللي كنطلبوا من الناس المغاربه كلهم، اباء وامهات واخوان واصدقاء كلهم، اي واحد كيشوفنا في هذه اللحظه هذه يدير راسو بلاصتنا، اي واحد يلقى شي معلومه على هذا الوليد هذا، كنطلبوا منكم بلا ما تستناو تلقاو، قلبوا خرجوا حسبوه ولدكم وقلبوا معنا. راه حنا تنديبلاصاو من مدينه لمدينه، انا حنا دابا جينا من مدينه سلا لمدينه القنيطره، كنلصقوا تصاور في الازقه، في القهاوي، غنلصقوهم في الكيران، في اي بلاصه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. كنوجه المغاربه كاملين وقفوا معنا، وقفوا معنا، راه هادشي كثر بزاف، ماشي غير لينا حنا، راه دازو ناس قبل منا، راه شفتوا القضيه ديال عدنان في مدينه طنجة، تحركوا معنا، قلبوا معنا. الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي وليد الله يخلي ليه، دعاو مع الام ديالو، تصبر ويعطي الله سبحانه وتعالى القوه انها باش تزيد تقلب على ولدها. ما بغيناش نفقدوا الامل، رجعنا في الله فيكم، طلبوا الله سبحانه وتعالى يردوا لينا سالم عينا. الحمد لله فكرنا في الحوايج الخايبين وكنفكروا في الحوايج الزوينين، وباقي عندنا واحد الامل متعلقين به، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يردوا لينا سالم. الا كنت يا ادم انت خرجتي وعندك شي فكره، عمر لك شي حد راسك، واخا حنا عارفين هادشي ما كاينش، لانه هو يا دري مزيان واخلاقه مزيانه، علاقته مزيانه مع والديه، ما عنده حتى شي مشاكل، واخا هكا كنوجه نداء، الا كنت يا ادم كتسمعني حرضك شي حد، الله يجازيك بخير ولدي، الله يرضي عليك. الا ما رجع للدار ما عندك مناش تخاف، يرجع، راه كاملين كنتسناك بواحد الحضن، يا ربي غير تبان لينا وترجع كيف ما كانت الحاله ديالك، غير اجي الا كنتي كتسمعنا، غير اجي، الله يرضي عليك ولدي. ما طلبوش شي واحد، ما يعني نهائيا، علاقته زوينه لدرجه ان ماما ما كانتش خلات له الفلوس وما خسرهمش حتى كاملين، ومعاه اختو في الدار، وكان خارج هو اختو الصغيره، يعني وكانت عنده شي نيه خايبه ما غاديش يدي اختو معاه، هي اللي رداتها قالت لي ارى عليك اختك هنا وسير غير انت جيب خوك واجي. ما عنده حتى شي، حتى المراجعه ديالو ما تيغيبهاش. اول مره غادي يوقع هذا المشكل، هو دارنا ما كيمشيش بوحدو، الا مشى وما مشاتش معاه كتشدلو طاكسي صغير وخا قريبه، وكتعيط للام ديالي كتقول لها من يوصل ادم ها هو تعرضي ليه، عاوتاني ماما ملي كتبغي تصيفطو هكاك ما كيديبلاصاش، انا خالتو ما كيجيش عندي قريبه وما كيجيش الا لا جا مع ماما، عمتو ما كيمشيش عندها، هو بيتوتي يعني ماشي شي ولد اللي كيخرج عنده ديزاكتيفيتي يلعب الكره مع الدراري، لا هو غير في الدار كيقرا كيمشي للمدرسه كيدخل ساعه، الا كانت عندك خوت فاش مشات للمؤسسه قال ليها الحارس العام راه كيجلس حدا واحد الشجيره ما كيخرجش حتى باب المؤسسه، يعني منضبط الدري كتشهد ليه بعد الساكنه ديال الدار الحمراء اللي كيعرفوه كلهم بالاخلاق ديالو، ما كيهش راسو في شي واحد ولا شي حاجه، وكبر الله سبحانه وتعالى يرد به لهلي اديه، هذا هو اللي كنتمنى. نداء ديال المغاربه كيف ما كنقولها وكنعاودها، يوقفوا معنا، يديروا معنا جميع محاولات، يخرجوا يقلبوا معنا، يقلبوا معنا، يديروا مظاهرات، يناديوا لهاد الناس اللي الا كان شي اختطاف اللي كيختطفوا يكون قلب ديالهم رحيم، يطلبوا ما يبقاوش ياديوا الاطفال الابرياء. علاش هادشي؟ علاش ما فهمتش انا، ما فهمتش هادشي فين باغي يوصل، هادشي ولينا كنسمعوه بزاف. راه اليوم في الديكلاراسيون فاش رجعنا البوليس قال لك راه كل نهار كيجيو عندنا اكثر من 13 حاله ديال الاختفاء ديال هاد الاطفال في السن ما بين 13 عام حتى 15 عام. علاش هادشي؟ علاش وصلنا لهاد النيفو هذا؟ ما فهمتش انا، علاش حنا ما بقيناش قادرين نامنوا وليداتنا؟ ما بقينا حنا في زماننا كنا كنخرجوا نسخروا كنخرجوا نلعبوا في الزنقه، دابا الاطفال مساكن ولاو محرومين، ما بقيناش حنا الاباء ولينا حنا كامهات ولينا خايفين من اي حاجه، الولد في المدرسه وخايفه عليه، في الزنقه خايفه عليه، كيلعب خايفه عليه، في الدار خايفه عليه، يعني فين هو الامان؟ فين نلقاو الامان حنايا؟ ولدك صيفطتي غير يخرج يجيب خوه، ما بقيناش لقيناه. الولد داك النهار عندنا الله يرحمه مشى يجيب غير الدواء ما رجعش، يعني هادشي بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب، او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.